الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، مع ألفاظ مسمومة تجري على ألسنة بعض الناس، نعيش مع كتاب تطهير الجنان من آفات اللسان، ووصل بنا المقام عند اللفظة 24. نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن قولهم: هذا أخي إن صدقت الوالدة. نعم، هذه هي الكلمة المسمومة والمذمومة والمرفوضة. فعندما يسأل أحدهم الآخر فيقول له: هل هذا أخوك؟ أي من أمك وأبيك؟ فتجد أحدهم يتكلم بهذه الكلمة المرفوضة المذمومة المسمومة فيقول: نعم إن صدقت الوالدة، والعياذ بالله، إن صدقت الوالدة. نسمع هذه الكلمة. هذه الكلمة تسمع من بعضهم عندما يريد أن يعرف القوم بأخيه، أو سئل عن أحدهم هل هو أخوك فيقول نعم إن صدقت الوالدة. ومعنى الكلمة: إن هذا الشخص أخي من أمي وأبي، إن كانت أمي صادقة في عفتها وإخلاصها لزوجها ولم تقع في الزنا. انظر هذا المسكين الجاهل كيف يتكلم عن أمه، يتكلم عن أمه: هذا أخوك؟ نعم إن صدقت الوالدة، أي إن كانت عفيفة ولم تزلي والعياذ بالله، فهذا أخي من أمي وأبي. وهذا المسكين وقع في إثم عظيم وبهتان كبير، وخصوصا أنه يتكلم عن أمه. لو أنه تكلم عن غير أمه فهو آثم مفتري، فكيف يتكلم عن أمه؟ كيف يشكك في عفة أمه؟ كيف يخطر في باله أن أمه ليست بعفيفة؟ فهذا إن صدر لا يصدر إلا من ركيك الدين، ضعيف الإيمان، جاهل. وهذه الكلمة نسمع: وهذه الكلمة حرام ولا تجوز، لأن فيها تشكيك بعفة وطهارة وشرف أمه. وهذا عجيب، إذ إن من المعلوم أن الإسلام حرم على الناس أن يتكلموا في عفة وطهارة المؤمنات عامة. لابد أن تزيد كلمة عامة، عامة وطهارة المؤمنات عامة. فأن يأتي أحدهم فيتكلم في عرض أمه، فهذا هو العجب العجاب. هذا هو العجب العجاب. تتجرأ على أمك؟ تتجرأ تشكك في أمك؟ فهذا حقيقة من أعجب ما يكون. لو أن أحدهم تكلم عن أمك لابد أن تغضب وتثور ولا تسكت، فكيف أنت أيها المسكين تتكلم عن أمك؟ هذا أخي إن صدقت الوالدة. لا إله إلا الله. نعم، وهذا التشكيك بل الأقل منه نهانا الإسلام عنه، من مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
وهو مقدمة للطعن الذي نهانا الله عنه. إذا انتبه الآن أن هذا ما هو أقل منه نهى عنه الشرع. ما هو الذي هو أقل منه ولقد نهى عنه الشرع؟ نعم، سوء الظن أقل منه ومع ذلك نهى عنه الشرع. وما معنى الظن وسوء الظن الذي نهى عنه الشرع؟ الشك. معنى أدق شوي، ما معنى سوء الظن؟ تفضل. الظن أولا رجل بين شيئين، أظن كذا أو كذا، سوء الظن يظن ولكن بسوء. نعم، هذا كلام صحيح. عندما يكون هناك احتمالات لفعل معين فأنت تذكر أسوأ الاحتمالات على هذا الشخص فأنت أسأت الظن به. إنسان يسير مع امرأة، في احتمالات، احتمال الأول أنها زوجته مثلا، هي منقبة ولا يظهر منها أي شيء، في احتمال أنها من محارمه سواء كانت أخته أمه يا أخي من زوجته، في احتمال، في احتمال أنه صاحبها بالحرام، هذه إيش اسمها؟ احتمالات. أنت مطالب بماذا؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من، بدك تقدر شيء من ظن السيء، سوء الظن. فعندما يكون الشيء عليه احتمالات والاحتمالات لابد أن تكون، لابد أن تكون هذه الاحتمالات تكون سيئة. يا أخي اللي بيعرف يرفع إيده وجزاكم الله خيرا، خلينا نرتب المعلومات. هذه الاحتمالات تكون مجهولة. أنت معلوم يا رجل، أنت حبيبنا. إما صحيح هذا المكادر. هذه الاحتمالات تكون متساوية، متساوية، لا يوجد عندنا ترجيح. إذا حصل ترجيح هذا يسمى ماذا؟ غلبة الظن. إذا كان هناك ترجيح يسمى غلبة الظن. أما إذا كان هناك تساوي فهذا هو الظن الذي قال أخونا في البداية، هو الشك. فالشكوك متساوية، الظن متساوي، لا يوجد ترجيح. فأنت مطالب بماذا؟ بأن تعمل الاحتمال الأحسن، أن تعمل الاحتمال الأحسن. يعني إنسان موسر عنده مال ومع ذلك يركب سيارة متواضعة، لما؟ احتمالات. واحد، الاحتمال الأول أنه بخيل ومع مال. الاحتمال الثاني أنه متواضع. الاحتمال الثالث أنه زاهد. في احتمالات متساوية. طب أنت إيش مطالب؟ بحسن الظن بهذا الشخص، بحسن الظن. تقول نحسن الظن أنه يركب هذه السيارة تواضعا وزهدا في هذه الدنيا. فانتبه. أما الزهد في هذه الحالة يسبق إيش؟ ماذا يسبقه؟ مالك اليوم؟ نعم، أنه قادر على أن يشتري الفاخر. لذا ورد في الحديث إن البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ إن البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ عيش الخشب. لا، ترك لبس اللباس الفاخر مع القدرة على شيء. نعم، أن تترك اللباس العالي أو العيشة العالية وأنت قادر عليها.
أما واحد بقول لا والله أنا الحمد لله بدي أعيش في بيت متواضع. طب أنت قادر تعيش ببيت فاخر؟ لا معناته أنت مش زاهد ولا أنت متواضع. لما؟ لأنك لا تستطيع. لأنك إيش؟ لا تستطيع. زي مثل إنسان يرى أمامه رجل مصارع فبقول له أنا عفيت عنك لوجه الله ما بدي أضربك. تضرب مين يا حبيبي؟ تضرب مين؟ تضرب مين؟ أنت اختصرت الهري بإيش؟ ثلثين المراج تعبير الأردن. فبالتالي لا يقال أنا عفوت عنك إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ العفو لا يكون يحصل إلا بشرطين. واحد القدرة على ماذا؟ القدرة على إنفاذ الضرب أو التعذيب. اثنين أن تكون قد تعدى عليك. أما أنت ما بصير تقول لي والله أنا عفيت عنك يا شيخ. عفيت عني ليش؟ أنا أذيتك؟ وهل تستطيع أن تؤذيني؟ فهاي الكلمة لبعض الناس وللأسف يعني نسمعها من بعض العامة. طبعا صار عندنا 10 كلمات مسمومة ومذموم دخلوا في فبدك تنتبه أنه في تفريعات. فإذا تنبه إلى أن سوء الظن مما نهى عنه الشرع. من يذكر موقفا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف برأ نفسه من سوء الظن؟ من يذكر موقفا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم برأ نفسه من سوء الظن؟ تفضل. قصة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع صفية زوجته فمر صحابي بعيد قال هذه زوجتي صفية. أحسنت. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وجاءت صفية رضي الله عنها زوجته إلى المسجد. فعندما انتهى المقام والجلوس ذهب معها ليعيدها إلى بيتها. وفي الطريق رآه رجلان فاستحيا فأسرع المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تمهلوا، فهذه صفية. قالوا يا رسول الله أو بك نشك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ نفسه حتى لا يوقع غيره في سوء الظن، هل تستطيع أنت أن تذكر موقفا تستطيع أن تبرئ نفسك من سوء الظن؟ انتبه حتى لا توقع إخوانك في أن يتهموك في أن يسيئوا بك الظن. من يستطيع أن يذكر موقفا حتى يبرئ نفسه من سوء الظن؟ نسمع من أخينا أبي عبد الرحمن. عندما تدخل إلى بنك تريد أن تصرف شيك فربما يعني يظنون بك أنك يعني تتعامل معهم أو شيء، فتقول له أنا أريد أن أصرف شيك أو أن تظهر الشيك حتى لا يسيء فيك الظن. نعم، شخص يريد أن يدخل البنك، البنك مكان الربا والحرام، فالذي ينظر إليك يقول اتفرج الشيخ، انظر إلى الشيخ يدخل إلى البنك، حتى الشيوخ صاروا يأكلوا إيش؟ الربا، والعياذ بالله. فأنت حتى تبري هذا الشخص من الإثم وأنت دخلت لكي تصرف شكا فأنت تظهر الشك. حتى إذا قالك الشيخ لا جاي يصرف شك، هذا جاي يضعف البنك، بجاي يقوي البنك. فنعم هذا موقف مهم حتى تبرئ نفسك من سوء الظن. موقف آخر تفضل. إمام المؤذن يلمت بالرعاة يبين للناس أين ذهبت هذه النفقات.
نعم شخص يريد أن يجمع تبرعات، لا ننصحك أن تمسك بالمال أولا، لا ننصحك أن تمسك بالمال. فشخص قال لك أريد منك أن تذهب بهذا المال إلى الفقراء، لا تأخذ المال. لما لا تأخذ المال وتعطي الفقراء؟ شو لما يا جماعة؟ ركز معاي، لما؟ شو السؤال؟ طبعا شو السؤال في الأخير؟ أحسنت، لأنه بصير في احتمالات، احتمال أنك وديت أنك ذهبت بالمال إلى الفقير، والاحتمال الآخر أنك وضعت المال في جيبك، وهذا الشخص قد يصيبك الظن، وبالتالي حتى تنقذه من الإثم، من الإثم حتى لا يقع في سوء الظن، ماذا ستفعل؟ ها؟ نعم، أن تدله على الفقير، تفضل هاي الفقير، اذهب وادفع له المال بيدك، اذهب وادفع له المال ايش؟ بيدك. طب شخص كما قال أخونا إمام مسجد يريد أن يجمع التبرعات للمسجد، فماذا يفعل؟ نعم، يشهد اللجنة. تعالوا يا جماعة، هاي لمينا 20 50 100 200، ولا بد أن نعرف كل دينار أين ذهب حتى لا يساء الظن. لو أجا واحد قال لك كم لميتوا يا شيخ؟ في عندي 5 شهود لمينا 120 دينار. طب وين بدكم تروحوا فيها؟ كل مكان هاي في فاتورة. يا جماعة هذا دين، لا توقع نفسك في الإثم ولا توقع غيرك في سوء الظن في الإثم. هاي موقف ثاني، من يعطينا موقفا ثالثا؟ تفضل. شخص يريد أن يسافر إلى بلاد الكفار لزيارة أقاربه الذين يسكنون هناك، فأخبر أصدقائه وأقاربه أن يريد أن يزور أرحامي، لا أريد أن أسكن وأجاور الكفار، فأبعد الظن عن نفسي. بصير برضو شخص له رحم ويعيشون في بلاد الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، لا يجوز أن تعيش بين الكفار. فأردت أن تذهب لزيارة رحمك 2 3 أسبوع شهر ثم ترجع، فالناس عندما يقولون فلان ذهب إلى تلك الديار، فأنت تبين أني ذهبت لصلة الرحم حتى لا يسيء بك الظن. واضح؟ 4، من يعطيني؟ بدكم هذا فقه يا جماعة، تنبه، أين فقهك في التعامل مع الناس حتى لا يسيء بك الظن؟ رجل عالم أو طالب علم لا يبين أمام الناس أنه يجالس المبتدعين كي الناس لا تطعن فيه حتى لو أراد مناظرة بالخفاء. الآن شخص يريد أن يدرس أولادا، أطفال، إياك أن تجلس في مكان منعزل، فتأتي بعض المسيئين الظن فيقولون لما خلا بهم، لما أغلق على نفسه وإياهم الباب. ما هو الحل؟ درس الأولاد أمام الناس، أمام الناس. أما تقول لا والله في عندنا غرفة دار قرآن تعالوا نطلع، لا، هناك من يسيء الظن فأنت توقعه في الإثم بسبب فعلك هذا. إذن هذه أمثلة 5 في زماننا، ونستطيع أن نذكر 50. في حدا بيقدر يذكر 6 على الأقل؟ يذكر مثال يبرئ الناس من سوء الظن. لو أنا رجلاً ترك زوجته الله فرض، في يوم من الأيام تذهب بعض الشيء، ذهب يبيع بعض الشيء في غياب أولادها،
استحضر مع احد من الاخوان وذهب مع اثنين اشخاص اثنين معه حتى يكون المذهب عن طريقهم للمخالفين. نعم أخونا يتكلم بشكل عام، من أراد أن يتعامل مع امرأة سواء كانت طليقته أو أي امرأة أجنبية فإياك حتى لو كانت هي فقيرة إياك أن تخلو بها. طبعا هذا نهي أصلا عن أن يخلو الرجل بالمرأة، فما هو الحل لكي تذهب إلى بيتها؟ تذهب مع أختها مجموعة. يا جماعة صلينا الفجر مع بعض، بعد إذنكم يجوا معي 4-5 حتى نعطي هذه المرأة لوحدها في البيت، ولا يجوز أن أذهب لوحدي لأعطيها هذا المال وهي فقيرة. ولا نقصد طبعا أنه إحنا بدنا ننشر خبرها إلا من باب الإحسان إليها، من يستطيع أن يساعدها. ومع ذلك الأفضل أن تذهب زوجتك إليها أو ابنتك أو أختك أو ما شابه، حتى لا يصبح صلة بينك وبين هذه المرأة لا من قريب ولا من بعيد. انتبه، هذه حلول حتى لا تقع في سوء الظن وحتى لا توقع غيرك في سوء الظن. طب الآن هذا يتضح لك معنى قول ينسب إلى ابن سيرين: التمس لأخيك عذرا، التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. حسن الظن. وبالتالي أهل العلم ذكروا مثالا على ذلك الإمام البخاري، غاب مرة عن درس في الحديث. مش ممكن محمد بن إسماعيل البخاري يغيب عن درس؟ فأحسنوا به الظن، قالوا ما غاب، ربما مات، هذا ما بغيب عن درس. تقول في لعبة كرة قدم ولا ما بغيب عن درس، ربما مرض، ربما إلى غير ذلك من الاحتمالات. إيش؟ نعم، حسن الظن، حسن الظن. لم يقولوا ربما هو إيش؟ كسول، ربما هو إيش؟ راحت عليه نومه. لا، ما هذا الظن، ما في سوء الظن. فذهبوا إليه فعرفوا السبب. ما هو السبب؟ ذكرناه سابقا، تذكرون ما هو السبب في عدم مجيء الإمام البخاري إلى الدرس؟ ليس لديه ما استطاع ملابسه الكريمة، لا يوجد عنده ما يكسو عورته. الثياب التي عنده إما بليت أو مليئة بالماء إلى غير ذلك، لا يوجد ما يستر عورته حتى يأتي إلى الدرس، مع أن والده ترك له مالا كثيرا، ولكن كما قال الكرماني أنفقها في طلب العلم. كيف أنفقها في طلب العلم؟ شو دخل طلب العلم في النفقة؟ كيف أنفقها في طلب العلم الإمام البخاري؟ كان يتنقل إلى المدن والقرى. نعم، يسافر من بلد إلى آخر ليسمع حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكي يلتقي بعالم. الرحلة في طلب العلم، أنت العالم وطالب العلم عندك، ومع ذلك شو بدك؟ حدا يجيبك ويرجعك. هذا ما لا يعرف هذا الكسل فيها إلا في هذا الزمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتنبهوا أحبائي في الله، حسن الظن. وأيضا يذكر في ترجمة الإمام البخاري أنه كان في السفينة فتعرف عليه أحدهم فسأله: مع كمال؟ قال: نعم. قال: كم؟ الإمام البخاري سبحان الله يا إخوة، المؤمن غر كريم، المؤمن دائما يحسن الظن بمن حوله، فخشي أن يظن أنه فقير فيتصدق عليه، فقال: لا، عندي مال والحمد لله كذا وكذا.
قالوا أين تضعه؟ قال في صرة كذا وكذا. فخرج الرجل من عنده وصاح على سطح السفينة: سرق مالي في صرة كذا وفيها كذا وكذا من المال. يعني إيش المال بتاع مين؟ الإمام البخاري. فجاء الشرطة وفتشوا السفينة، وفتشوا مين؟ الإمام البخاري، ولكنهم لم يجدوا مالا. ثم بعد ذلك قالوا للرجل: لم نجد من سرق مالك. فإذا بذاك الرجل الذي لا حياء عنده يقول للبخاري: ما ظننت أنك تكذب. إيه؟ كمان رايح إيش؟ يراجعوا، يعني كيف كذبت علي؟ يعني قصة يعني ما. فقال: ما ظننتك أنك تكذب. قال: والله ما كنت كاذبا، ولكني ألقيت بالمال في البحر. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: أن أحمي سمعتي، لأني طالب علم حديث. يا جماعة، هذا الدين وصلنا بسهولة، ولكننا للأسف لم نأخذه بالصورة المطلوبة. إذا موضوع اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، موضوع إيش؟ طويل. فكيف بمن يسيء الظن بأمه فيقول: هذا أخي، إن صدقت الوالدة، هذا ابني، إن صدقت زوجتي. الله يعلم. يشكك في زوجته، يشكك في أمه، هذا يحتاج إلى عقوبة من ولي الأمر تليق بمقامه هذا الشخص. طيب، ماذا نهانا الله؟ اسمع: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا رمي المحصنات الذي ينبني عليه الجلد 80، أي رمي؟ نعم، الرمي أي القذف بالزنا، ويسمى الرمي الصريح والقذف بالزنا. هل هناك رمي غير صريح؟ هل هناك رمي غير صريح؟ نعم، بالتعريض. كيف يكون هذا التعريض والمعاريض؟ تفضل. شفت داخلي معه على هاي الدار. شفت داخلي معه على هالدار. مثل هذا المثال. هذا مثال، نعم، الذي نحن بصدده هو طعن غير صريح. هذا أخي، إن صدقت الوالدة، هذا ابني، إن صدقت إيش؟ زوجتي. هذا طعن لكنه غير صريح، لذا قلنا له عقوبة غير عقوبة الجلد، 80 جلدة يتكفل بها ويحددها ولي الأمر والقاضي تعزيرا. طيب، مين أعطي مثال آخر؟ طعن غير صريح. فمن الطعن غير الصريح عندما يقول شخص لآخر: ماذا كانت تفعل في هذا المكان بالليل؟ يعني بهذا الشكل، يعني هذا بدور بين الشباب. بدور أو بدور إيش؟ ما يعني بدنا. فمن الكلمات التي هي طعن غير صريح عندما يقول أحدهم: أنا ما بحط في ذمتنا زانية، أنا ما بحط إيش في ذمتي، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم إنها زنت ولا لا. هذا كلام طعن غير صريح، يجلد عليه أو يعاقب عليه. يعني دائما النفي الذي لا يستلزم الكمال هو ذم. عندما يقول شخص لآخر: أنت لست بحمار، هذا شو يترتب عليه؟
ذنب، لأن النفي لا يترتب عليه كمال، النفي فقط الممدوح هو الذي يترتب عليه كمال. مثال آخر، يطعن في البنت ويكون غير صريح. شخص مثلا يريد أن يتزوج ويقول هذه بنت جمعية، قال حسن لا أريد وخلاص، هذه بنت جمعية معروفة، يطعن فيها أنها شخص يعطي قاعدة عامة فيقول هذه تعمل ممرضة لا أنصحك بها، ما بحط في ذمتي. رجعنا لنفس النقطة، هذه إيش؟ بنت جامعية، ما أنصحك بها، ما بحط في ذمتي. هاي راحت على السوق لوحدها ورجعت، ما بحط في ذمتي. ما بتحط في ذمتك وليش بالذم قاعد؟ هذا كله طعن غير صريح نسمعه باستمرار. وبعضهم يعتبر أن الفتاة لو وصلت الدكان عند امرأة، يعني امرأة في الدكان وهي ذهبت واشترت من الدكان ورجعت، قل لك والله أنا ما بحط في ذمتي، أنا ما بخلي مرتي تروح تصل الدكان، لأني أنا بالنسبة لي يعني ما بحط في ذمتي. تحطش في ذمتك إيش يا حبيبي؟ ولا أنت تروح على الدكان؟ منحطش في ذمتك على حالك، أنت اللي بتصير. هي تقول لك أنت بتحطش في ذمتك وهي بتحط في ذمتك إيش هالكلام الفارغ هذا؟ إيش هالكلام الفارغ؟ فبالتالي احذروا من الطعن غير الصريح، من الطعن غير الصريح. أو مثال آخر، والله أنا شفته ماسك تلفون ومغطي هيك، والله ما بحط في ذمتي. تحط في تلفون ومغطي، بلك أسرار شخصية بيحكي مع زوجته، لما تسيء الظن؟ ربما يتكلم أسرار عمل لا يريد منك أن تطلع عليها. لا لا، هذا أنا ما بحط في ذمتي، هذا بس مبين عليه إيش، ما بحط في ذمتي، ما بحط. هذا طعن غير صريح. وهكذا في أمثلة كثيرة، واضح؟ وهي بدنا تعطيها خطب جمعة أنتو، لأنه عندنا مشكلة في الناس بيسمعوا الآيات وما بيعرفوا كيف يطبقوها. أنت بدك تربط الآيات بالواقع، ربطت بالواقع عندك 10 أمثلة صار، بدك تروح اليوم تروح تدرس مرتك وولادك وبناتك الدروس هاي. طيب أيوة، فإذا كان هذا هو حكم الله في من تناول أعراض غيره من المؤمنات بالسلب والطعن، فكيف بالذي يتناول أمه ويشكك في عفتها؟ الخلاصة، نعم الخلاصة، لا يجوز قول هذه الكلمة في أي حالة كانت، والصواب أن نقول هذا أخي من غير شك ومن غير ظن. نعم، إذن هذه هي الخلاصة، إياك أن تتفوه بأي كلمة تدل على ماذا؟ الشك في أمك، أو الشك في زوجتك، أو الشك في أختك. دائما احمل الأفعال على حسن الظن. وين يا جماعة؟ صحصحوا على حسن الظن، وإلا وقعت في الإثم. طيب بهذا نكتفي، وصلتنا مجموعة من الأسئلة. وصلنا وين الأسئلة عبد الرحمن؟ مكان في الكتاب، وين راح؟ هاي خلص. وصلنا سؤالان، اللي بعطيني السؤالان منجاوب في الدرس القادم، أو إذا في مجال اليوم منجاوب. هنا سؤال يقول السائل: كيف نتعامل مع منكر السنة عن جهل، ومع العامة من الذين يصدقون الدراسات الأجنبية ولا يتبعون النصوص الشرعية؟ فإذا ذكرت لهم دراسة عن أن حلق اللحية يسبب كذا قبلوا، وإنما إذا قلت لهم حرام لا يستجيبون. إخواني في الله، بداية لا بد أن تفهم أن هذه العبارة عبارة قاسية،
ولا يقال عن هذا المثال أنهم ينكرون السنة. هناك فرق بين من لا يتبع السنة وبين من ينكر السنة. من ينكر لا يعترف بها، أما الذي لا يتبع يقول لك أنا أقر أنها سنة لكني مقصر لم أطبقها. فمثلا كما ذكر أخونا إطلاق اللحية، إطلاق اللحية سنة واجبة، لكن قد يحلق لحيته ويقول لك نسأل الله أن يغفر لي، نسأل الله أن يعينني على إطلاق لحيتي. هذا يقال غير متبع لسنة إطلاق اللحية، ولا يقال عنه أنه منكر السنة. منكر السنة الذي لا يعترف أنها سنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينبغي لك أن تفهم أن الدراسات الحديثة ليست يقينية وليست قطعية. كيف يعني ليست يقينية ولا قطعية؟ بمعنى أنها قابلة للتبديل وقابلة للتغيير، فإياك أن تحتج بها وتذكرها للناس على أساس أنها مسلمات من الدين. لا، وإنما الحل ماذا؟ أن تذكر النصوص الشرعية وتقول يقال بالتشكيك، يقال هناك دراسة طبية تقول كذا وكذا، ونحن لا نفهم في الطب، حتى لا يقال لك غدا يا أخي هاي ما ثبتت في الطب، فبالتالي لا نطبق الحكم الشرعي. لا، فبعض الإخوة دائما أنت تشرب قائما ثبت طبيا أنها تسبب الحصوة. يا أخي ما ثبت، من أين أنه ثبت أنه يسبب الحصوة؟ طب ما في أطباء قالوا لا. لا، هذا لا ينبني عليه حكم. قل له اتباع السنة أن تشرب وأنت جالس، ويقال أن من يشرب قائما تسبب له الحصوة، لكني لا أعلم، هكذا يقال، لكن نحن نجلس اتباعا للسنة. هكذا ينبغي أن تعمق في الناس. وأمثل عشرات الأمثلة. طبعا كتبت رسالة دكتوراه لفتاة جامعية دكتورة ومطبوعة دار البشائر الإسلامية، ربطت الهيئات والسنن في الأمور الطبية، لكننا لا نلزم بهذه الأخبار، لأن الأطباء أيضا يختلفون فيما بينهم. فالأمثل على ذلك كثيرة جدا. وأصلا الشرع جاء لمصلحتك في الدين في الدنيا والآخرة، ولكن لا نربط ولا نلزم، لأن الأمور قد تتغير وقد تتقلب. دلنا على كتاب في مسألة قيام الحجة والعذر بالجهل، كتاب العذر بالجهل للأستاذ أحمد فريد، كتاب سهل ميسور ويبين لك موضوع العذر بالجهل. نسمع الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجموعة من الأسئلة وردتنا. هل خروج الدم من الفم وسحب الدم يبطل الوضوء؟ الجواب لا، هذا ليس من مبطلات الوضوء، طبعا على خلاف بين الفقهاء، ولكن الراجح أنه لا يبطل الوضوء. ومع ذلك إذا استطعت أن تخرج من الخلاف وتتوضأ لسحب الدم أو لخروج الدم من الفم أو من الأنف فافعل، لكن هل يجب؟ لا يجب، لأنه ليس من مبطلات الوضوء، وإنما قد تتوضأ من باب الخروج من الخلاف، أما هو ليس بواجب ولا يبطل الوضوء. السؤال الثاني، هل أخذ الماء من الجامع إلى البيت جائز؟ أخذ الماء إلى البيت يكون بإذن اللجنة القائمة على هذا الماء الذي للشرب. فمثلا إنسان جعل كراتين ماء في المسجد للشرب، فاللجنة تستشيره مثلا، هل إذا جاء أحد وأخذ إلى بيته نسمح له؟ إذا لم نعرف من المتبرع، لأن بعض الأئمة والمؤذنين يقول نحن لا نعرف من المتبرع، يجعل الكراتين ويذهب، فهم الذين يقررون. وأنا شخصيا لو كنت مقررا لسمحت بأخذ كاسة كاستين خمسة
لكي يشرب من في البيت، لأن العبرة شرب الماء، سواء شرب في المسجد أو شرب في البيت، بما أن المقصد ليس البيع ولا التجارة. شو بدي تاجر خمس حبات وعشر؟ يعني لا يتصور أصلا. الحالة الثانية أخذ الماء الذي هو متعلق بالوضوء، إنسان قطعت عنده الماء، فهذا له حالتان. إذا أخذ الماء من المسجد لابد أن يستأذن اللجنة، هل تسمح له؟ إذا كان الماء الذي يريد أن يأخذه للوضوء ولقوام الحياة، مش للتنظيف والجلي والمسح والشطف لا، لقوام الحياة مثل الشرب والوضوء والطبيخ، فلا للجنة أن تسمح له، لكن هو يفعل ذلك بإذن الإمام واللجنة. أما إذا كانت اللجنة تقول تأتينا توصيات من الجهات العليا والمسؤولين عنا أننا لا نسمح لأحد أن يأخذ، فعندها لا يخرج، ونشتري له نحن من خارج المسجد جلن جلنين ونحتسب الأجر عند الله. الجلن حقه نص ليرة 75 قرش، فنشتري له ونساعده ونحتسب الأجر والثواب. إذا لا نمنع عنه الماء، وإنما نلجأ إلى طريقة أخرى. تنبهوا، هذه مسائل دقيقة، لا يجوز أن تمنع الماء عن أي أحد كان من كان. وإذا أنت يا إمام ولا مؤذن معاك ليرة ونص ولا ليرة تشتري وقتيته، يعني بدك تعطيه من المسجد بالسر، والله الموفق. سؤال الطفل الصغير الذي لا يتكلم إذا عطس، ماذا نقول له؟ لا نقول له شيئا، لأن هذا لا يعي ما تقولين له ولا يفهم ما يقال له. ولكن إذا أحببت أو أحببت أيتها الأم أن تجعليه يألف سماع الذكر، فلك أن تقولي. لكن هل هذا مشروع دائما؟ لا، يفعل مرة في العمر ولا مرة في الشهر ولا في الشهرين ولا في الثلاثة. نعم، ما حكم التمييز بين الأطفال؟ التمييز بين الأطفال من أي ناحية؟ هل ضرب الأطفال تحت سن 7 سنوات يجوز؟ واضربوهم عليها أبناء 7، الصلاة وهي أعظم، واضربوهم عليها أبناء 10 فأعظم شيء وهي الصلاة، لا يضرب أقل من 10. لكن في بعض الصور تحتاج إلى ضرب تأديبي حتى يميز بين الصواب والخطأ، فلك أن تضرب، لكن ضرب لا ينبني عليه ماذا؟ لا تكسير ولا تزريق ولا توريم. وفي نفس الوقت ضرب للتربية وليس ضربا من أجل أنك يعني أغضبك لشخصك وما شابه، لا، الضرب يكون للتربية بشكل كسر الأنفة. مش كسر الأنفة يعني كسر المنخار، يعني كسر يعني ما يراه من نفسه انه ما حدا يأتي به، يعني كسر الدلع بالتعبير الأردني. فعلى ضوئها انتبه الى هذه الأشياء. الأصل عدم ضرب الأطفال، وإذا ضرب يضرب ضرب تربية لا ضرب انتقام وتنكيل. 3، أن هذا يكون نادرا وليس الأكثر وليس الأغلب. 4، أن هذا الشيء يكون من غير إيلام بحيث يظهر التزريق والإحمرار وما شابه. أما إذا بعد 10، بعد 10 بتبطل تقدر له كمان شوي، بطلع له بلش تطلع له عضلات وانت بتبلش ايش اتختير، بس تقول له هسه بضرب، اقول لك يا بضرب براحتك انا بتأثرش، صار عمره 16-18 شو بده. فانت من البداية ربي يا اخي على البداية، فحتى لا تحتاج ان تلجأ الى الضرب وما شابه. هل مباح الزواج العرفي في الاردن؟ الزواج العرفي زواج حرام، لا يجوز لا في الاردن ولا في غير الاردن، والحكم الشرعي مربوط ليس في الاردن ولا يوجد في اي دولة اسلامية اخرى، لا، وهو زواج قائم على اتفاق بين طرفين، يكتب بينهما ورقة انها زوجته
ثم يكون بينهما ما يكون بين الزوج وزوجته. وحتى لو علم الشهود وحتى لو علم الوالد لا يجوز إلا أن تسجل في المحكمة. المحكمة إخواني في الله هي السبيل الوحيد لضمان الحقوق بإذن الله. لو حملت هذه المرأة كيف نثبت النسب؟ بل جاءني سؤال عجيب جدا جدا، فتاة تزوجت من 4 في نفس الوقت ولكن في خارج المحكمة وهي لا تخبرهم، أخذت من هذا 2000 ومن هذا 3 ومن هذا آخر شيء انكشفت، لما تلها 15,000 دينار وهي متجوزة كم؟ 4 على ذمتها. مش هي على ذمة الأربعة، 4 صاروا إيه؟ على ذمتها والعياذ بالله. ليش؟ لأنه ولا واحد راضي يسجل في المحكمة وكلهم بدهم يتجوزوا على نسوانهم وخايفين من مين؟ من اللي انتم عارفين. فراحوا شو؟ اتزوجوا براني، بعدين اكتشفوا انها متجوزة ايش؟ 4 في نفس الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلى الله وبارك على محمد.